مصري والحكم بياخد قراره في ثانية، فعايز بعد إذنكم نقف جنب اللجنة والتحكيم المصري. التحكيم المصري عايزينه السنة دي الأخطاء الصغيرة ما نقعدش 4 ساعات في الاستوديو يبقى على خطأ صغير قد كده نفضل نتكلم فيه، عايزين نعدي نعدي، طالما هو 90% كويس و10% وحش نعدي، 80% كويس و20% كويس نعدي، عايزين التحكيم المصري يقوم تاني. احنا السنة اللي فاتت خلاص بقينا مش عارفين الحكام الأجانب دول بيجي ياكلوا عيش وياخدوا فلوس ويمشوا وأخطائهم باينة، مفيش حد بيتكلم. دي حاجة. الحاجة التانية والمهمة جدا يا مهيب واللي عايز أتكلم فيها، اتحاد الكرة المصري الجديد، اللجنة المكونة من الأستاذ عمرو الجنايني والدكتور جمال محمد علي والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله والأستاذة سحر عبد الحق، قالوا إن إحنا هنقلص الجمعية العمومية ل 68 نادي. أتمنى أتمنى 88 بيقولوا 68. لو 88 ماشي مش مشكلة، من 200 وشوية ل 88 ماشي، بس النهارده انا قريت 68 ف 88 ماشي. اولا هم ما عندهمش فواتير انتخابيه يسددوها، اولا هم ما عندهمش حد وقف وراهم في الانتخابات فجم فعايزين ايه يعينوه في اي حته او يعملوا اي حاجه، اذا عندهم الحريه الكامله سنه كامله يظبطوا الكره في مصر وما لهمش حق الترشح. خلي بالك انا عايزهم في حاجتين بس السنه دي، ويحطوا الاساس للي جاي. ممكن اقول الحاجه الاولى، يا ريت يمشوا على 88 نادي، يقلصوا الجمعيه العموميه عشان فعلا الجمعيه العموميه تجد لنا الاتحاد اللي يقدر يقودنا. الحاجه الثانيه، الدوري العام يبقى منتظم بس بس، مش عايزين حاجه ثانيه. تمام، مش عايزين حاجه ثانيه. هم عملوا الحاجتين دولت اللي هم دايما بيضايقوا المصريين، ان ده معلش عنده افريقيا فانا هاجل له ماتشين، وده عنده مش عارف ايه هاجل له 3 ماتشات. لا لا، حط الجدول ويحصل فيه حاجة مهمة جدا. تمام. 25 لاعب يا مهيب بعد إذنك، وخمسة ناشئين يتأيدوا عشان اللي بيلعب في أفريقيا أي وبطولة عربية. ليه؟ يبقى طلعنا 5 ناشئين استفدنا منهم. نعم، اتعمل السنة اللي فاتت. لا اللي قبليها. لا قبليها. اللي قبليها كانت جميلة. طلع مصطفى محمد وطلع لعيبة صغيرة جدا من الأندية الكبيرة، طلعوا شفناهم. السنة دي اتمنعت. انما مؤيد 5 لازم يتأيدوا 5، ده مهم جدا. ليه؟ احنا عندنا حوالي 600 لاعب عمالين يلفوا على الانديه وما بنشوفش حد جديد، ده يشتري من ده وده يشتري من ده وده اللي كان عنده. الدوري السعودي منعوا اي مدير فني ان هو لو فسخ تعاقده مع النادي ان هو يروح نادي تاني. يعني يضرب مره واحده؟ يضرب مره واحده. طب وبيت راتبه يحصل فيه ايه؟ لا ما اعرفش يعني التفاصيل. اكيد هياخد نص الموسم، يعني لو في حاجه يكمل الموسم بالراتب. يعني لو في حاجه للمدير الفني في تعاقده مع النادي ما يدربش النادي تاني. اكون صريح معاك يا مهيب، كابتن حازم امام عملها السنه اللي فاتت، جنبوه. اقعد شويه يا حازم، عايز تزعل السماسره من هنا ولا ايه؟ عايز تزعل الانديه من هنا ولا ايه؟ وبعدين النهارده في قانون جديد عايز يتعمل قدامي دقيقتين. الاتحاد الافريقي. انا بس عايز اقول لك حاجه، انا ما كنتش هتفرج على ماتش الزمالك النهارده لان لازم اقول للمهندس محسن راجب هو اللي عمل الدش بسرعه وخلينا نتفرج على الماتش، لان فجاه الطبق طار. فما شاء الله عملوا كده، لازم اقوله بس عشان قلت له اقول. تمام. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، كابتن الاتحاد اللي مشي قبل ما يمشي قال لي او مش عارف الفتره اللي فاتت دي بسرعه كده، قالوا احنا نخلي المدرب يدرب مرتين في الموسم، المدرب اللي يقال ياخد نص ممكن يروح نادي تاني، المدرب اللي يمشي يدفع فلوس للنادي او ما يدربش في حته تانية. طب انا ممكن اعمل، انا مدرب اعمل نتائج وحشه فالنادي يشني، فبالتالي اللي يحصل النادي يشني، فبالتالي ادرب نادي تاني. طيب عندي سؤال اخير ليك في مباراه الزمالك ومصر المقصه، مين افضل لاعب في المباراه من وجهه نظرك؟ لعبت الزمالك كلها بس انا بشوف ان شيكابالا رجع بقوه، فاساسي هايل، طارق حامد، كلهم كويس، عواد، كله كويس. بس انا شايف ان شيكابالا رجع بقوه وامتعنا في ال3 ماتشات. ايه رايك في محمد ابراهيم؟ طبعا عمل ماتش كويس جدا. بقول لك بشكر فرقه المقصه انها عملت مباراه قويه جدا ضد الزمالك. بان الزمالك بقوته النهارده عشان فرقه المقصه فرقه محترمه. محمد ابراهيم لعب هايل النهارده، بس كان ممكن يترد علشان الحكم. تمام. يعني عمل روح القانون، ودي برده مش مشكله. عديت النهارده. عديت. بشكرك كابتن.